سيادة النائب، أين يكمن جوهر الخلاف للقوى السياسية مع السيد الكاظمي وبالذات القوى الشيعية؟ هل الخلاف يكمن على أسماء الكابينة الوزارية أم على الآلية التي اختطها أو اتخذها السيد الكاظمي في ترشيح أو اختيار هذه الكابينة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء تحية طيبة لك ولجميع متابعي قناة التغيير، وشهر رمضان خير وبركة على جميع الأمة الإسلامية لا سيما أبناء الشعب العراقي بالمجمل. فيما يخص الاختلاف بين القوى السياسية، يعني ابتداء في داخل البيت الشيعي كونه المعني بتسمية نعم رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد المخاض العسير والتعثر الكبير يعني طرح مرشحين في فترة قريبة في ظل تحديات جدا كبيرة يعاني منها البلد، ترى أزمة كورونا والتدني أسعار النفط بشكل هائل. يعني هذه يفترض أن تكون وسائل، يعني على الرغم من ألمها لكن يفترض أن تكون يعني وسائل ضاغطة من أجل أن يكون هناك عصف ذهني في عملية إنتاج وتسويق شخصية من خلالها أن يتم عبور المرحلة اللي يمر بها العراق. نعم. لكن للأسف الشديد الاختلافات في وجهات النظر والاجتهادات، يعني قد يعني هذا الطموح ممكن أن يتحجم تارة بأسس قد يعني يرى البعض أنها هي صحيحة. مثلا للأسف الشديد أيضا الدستور نهاياته لم تكن مغلقة، نهاياته مفتوحة، فعندما تكون النهايات مفتوحة يكون باب الاجتهاد أيضا مطروح، وعندما يكون باب الاجتهاد مطروح يبدأ الهوى السياسي هو الحاضر، ولربما الهوى السياسي يكون أعلى من الدستور، وهذه واحدة من المخالب العبثية في أداء العمل السياسي. في هذه المرحلة بالتحديد هناك وجهات نظر بين القوى السياسية، هناك يرى يعني قوى سياسية فوضت السيد الكاظمي بتسمية ما يراه مناسبا من استحقاق الانتخابي، تمام، وقوى سياسية أخرى يعني متشبثة أن يكون لها موقع سياسي، وهكذا هذه الأمزجة شلون تنجمع في ظل فترة شهر يفترض أنه السيد الكاظمي أقل من الشهر أنه يقدم هذه الكابينة. تسألني على القناعات الخاصة، قناعاتي الخاصة اللي أؤمن بها، وأنت أستاذ نجم يعني حضرتك تعرف أنه أنا رجل صريح تارة يعني أمام الجمهور. أستاذ علي، أنا عندي علاقة مع عبودة خوزلم، وأدري بيهم بالتظاهرات كان لهم موقف، وأنا ربعي أعرفهم، فريدك اليوم ما أقول لك التنائب لأنه هواي صاروا نواب، بس أقول لك احتيها على طريقة عبودة. نعم أنا عبودة خب يعني أشرب بهم كثيرا، لكن للتصحيح أنا عبودي أي وليس من عبودة أي، فمع ماكو فرقت كلكم من الدعم، فاصل بين الاثنين. أنا من خلال يعني قناتكم نعلن بشكل واضح أنه للأسف الشديد أنه القوى السياسية لا تحدث بالمطلق، لأنه هناك من هو يعني يكون هم وطن ومواطن، وهناك من يكون هم الأنا والهوى وكفى، حتى لو عند استعداد البلد يحترق ما راح يتأثر. هذه مشكلة تحتاج إلى تشخيص، هذا التشخيص تارة يكون من الجمهور وتارة يكون من قبل القوى السياسية. احنا من ضاعة البوصلة، وأقصد بالبوصلة الدستورية اللي هي من هي الكتلة الأكبر، هذه التقاطعات الكبيرة اللي جاي تحصل واللي جاي تشوفها سببها هذه غياب هاي البوصلة. من هي الكتلة الأكبر؟ كانت المحكمة الاتحادية اللي يفترض أن تكون المأمن اللي نلجأ له عندما تكون هناك تقاطعات، لكن المحكمة الاتحادية لم تعلن بشكل واضح من هي الكتلة الأكبر، وأعتقد وأيضا من خلال قناتكم قلت لربما ليس الجانب العددي هو يحدد من هي الكتلة الأكبر، وإنما السلاح ممكن أنه هو يحدد الكتلة الأكبر. السلاح. والدليل الآخر أنه رئيس الجمهورية بعد استقالة الحكومة يسأل بعد سنة
يسأل البرلمان ويسأل المحكمة الاتحادية من هي الكتلة الأكبر. جاي تلاحظ من توزعت الوزارات في حكومة الدكتور عادل عبد المهدي، توزعت 9 يمين و9 شمال، وهذه إشارة واضحة على أنه استروا علينا كأنما. هذه معيبة بالعمل السياسي. علينا يعني شوف كل هذه البلدان اللي تحترم نفسها وبيها نفس من الديمقراطية تنطلق بجناحين، أما أن تكون يعني عملية التشويش في ذهنية الناس، وفرة أحزاب، وفرة قوائم، وتعال إنه يجي هذا الشخص المتصدي يرضي الجميع في موازنة خاوية، في رصيد مالي خاوي، في تحديات إقليمية على أرض العراق.